يدشن ائتلاف دعم مصر النادي السياسي الأول للائتلاف بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية علي مصلحي وعدد من قيادات الائتلاف، نتابع جانبا من هذه الجلسة. البيانات بتتكتب عندهم وبتنقل اوتوماتيك عندنا، ولأول مرة يبقى بيانات البطاقات موجودة، البطاقات اللي هي بالبدل الفائد والتالف وكده. موضوع التشغيل برضو هنحكيه ونقول ايه مشكلته، ابتدت تبقى عندنا، وبالتالي نقدر نراجع ونبعت للانتاج الحربي. من فضلك اللي قال قوات مسلحة مش قوات مسلحة، وزارة الانتاج الحربي هي اللي عاملة عندنا عشان تحقق. يعني بصوا هقول لكم جملة، تخيلوا المكتب بيكتب البيانات وليس هناك قواعد تحقيق ان الرقم القومي سليم او مش سليم. ليه؟ معلش ان انا هقف، لسبب المكتب مش واصل بقاعدة البيانات، وده تاريخ خطر وفي منتهى الخطورة. يا اما وزارة التموين مسؤولة يا اما مش مسؤولة. ما ينفعش تبقى مسؤولة ولا تمتلك. حتى يتم ذلك كان عندنا فوائد، بس مش من موازنة، فوائد من الغرامات والحاجات، الغرامات اللي انتوا بتقولوا عليها دي، لأ اللي هي بيع السلع اللي بتتصادر وكذا لها نسبة. القرار اللي خدته في الفوائد دي يتعمل شبكة ربط ما بين المكاتب والمديريات والوزارة، وبالتالي يبقى الباك، بلاش الانجليزي، يبقى الهيكل بتاع الشبكة بتاعك. انما الهيكل النهاردة هو عبارة عن فلاشة، بيسموها فلاشة، من موبايلات محطوطة من الشركات عند المكتب عشان يكلم الخادم فين؟ في الشركة. هذا هو الواقع. وحضراتكم بقى اذا كنتوا قلتوا لي ان انا بتاع نظم، ما ينفعش هد المعبد، ده احنا متعرضين لسبعين مليون مستفيد في تمويل 68، عشان ابقى دقيق بقى انا معاكم، مليون مستفيد تمويل وواحد وتمانين، ما بين 80 وواحد وتمانين مليون مستفيد عيش. فما ينفعش اروح جايب ورقه بيضة وحاطط بقى نظام ووقف، يعني اللي فاهمني فاهم. فلا بد ان احنا نتحرك مع المحافظه على القدره على التشغيل، وفي نفس الوقت نضع النظام الذي يجب ان يؤمن نتيجه. عشان اقول لكم الحق، يعني هذا النظام من وجهه نظر نظام المعلومات بسيط جدا جدا جدا، ده عباره عن حركه. شوفي حضرتك ضحكتي ازاي، حاجه بسيطه، بس عدم وضوح مين يمتلك ايه ومين مسؤول عن ايه. الناس بتوع النظم عارفين، تبقى انت موجود وبتكتب في حته بتاع مش بتاعتك. طب معلش عذر، يعني ولا اشك في احد ولا اشاور باي صباع اتهام على احد، اتغيرت للتلاتة الاربعة ولا الستة العشرة ولا الكذا، مين اللي غيرت؟ لا ده هو بيكتب، وفي واحد تاني عنده نفس الاكسس نفس الحاجة، وفي واحد تالت عنده نفس الحاجة. عايزين الحق ولا لا؟ مفيش كذا. نمرة اتنين، مش واصل على القاعدة بحيث لما دخل الرقم يقول لي صح ولا غلط. فبيحصل ايه؟ ان الطلب بيقبل، الراجل جايب ورق محترم جدا جدا جدا، وارجو توصلوا للناس انهم فعلا يستاهلوا خدمة احسن ما احنا بنعمل. بس مش هينفع نترجم الكلام ده الى حقيقة الا ما نغير القواعد. تغيير القواعد بدون ما نقول بقى ما فيش موازنات والكلام اللي ما بحبهوش ده خالص، طالما في اراده معينه تستطيع انك تعمله وتقدر تتحرك. فاللي حاصل النهارده انه بيتنقل وبعدين يروح للوزاره، وبعدين الوزاره تبعته للانتاج الحربي، نتيجه الانتاج الحربي هي اللي عندها النسخه اللي جت من الرقابه الاداريه. فبتعمل التحقيق، قواعد التحقيق بتتم فين؟ في الانتاج الحربي. جزء لا بأس به، أخطاء في رقم التليفون، النظام بقى معتمد على رقم الموبايل أو التليفون اللي باخده من المواطن،
هو ده وسيلة التواصل معاه. فبتحصل اللي حضراتكم اللي قلتوا الرقم السري وما اشتغلش وبتاع، عشان يشتغل الرقم السري هو بيبعت رسالة في آخر مرحلة بواحد لرقم السيرفر يعني وان لاين مش عارف ايه ايا كان. ما لقيناهوش على الجهاز يا دكتور. ايه؟ ما لقيناش الارقام دي على الجهاز. على الكمبيوتر بتاع السلاح. لا هفهم ده سؤال صعب عليا، انا هجاوبه بعد شويه. اللي هجاوبه في المرحله الثانيه. لحظه. فمفروض السيرفر بيرد عليه ستيوبد، السيرفر غبي، الكمبيوتر غبي ولا الكمبيوتر ذكي. بياخد البتاع بياخد الرقم ده ويروح مدي الرساله للتليفون اللي موجود. فلو التليفون مش مظبوط في ناس معاها البطاقات، وبناء عليه بس انا بحاول اختصر، وبناء عليه النهارده كنت بجرب قبل ما اجي لكم ان السب المجموعه اللي استلمت البطاقات ولم تفعل هتبقى موجوده على موقع التموين. فاكرين تموين تي اي ام دبليو اي مش اي اي ان دوت كوم دوت اي جي. تابعنا مع حضراتكم إذن هذا الجانب من أولى ندوات النادي السياسي الذي يعقده ائتلاف دعوة مصر بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية والنائب مجدي مرشد عضو الائتلاف وكذلك عدد من النواب البرلمانيين الآن.